بسم الله الرحمن الرحيم. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. صدق الله العظيم. القلب مجرد بضخة يضخ الدم فقط، هذه مهمته. ولكن لاحظوا أثناء عمليات زراعة القلب والصناعي، لاحظوا أن هناك تغيرات عميقة تحدث على هذا الإنسان، تغيرات في الحالة النفسية، في عاداته، يعني يتغير. فقاموا بدراسة هذا القلب من خلال معهد في الولايات المتحدة الأمريكية اسمه معهد رياضيات القلب. قام بدراسة منذ 7 أو 8 سنوات وحتى اليوم يقوم بدراسات على القلب، فوجدوا أن هناك آلاف الخلايا العصبية المعقدة اسموها دماغ القلب. الله. نعم. Brain of the heart. دماغ القلب. نعم. ووجدوا أن هذه الخلايا تصدر ترددات وتصدر تعليمات إلى الدماغ، فهي تقود الدماغ. دعنا نشاهد هذا الفيديو التمثيلي يعني لكي أستاذ أيمن، يعني تتضح لنا الفيديو الثاني. نعم. نرى الفيديو الثالث. هنا نرى هذا يعني صورة، القلب يصدر أوامر للدماغ هكذا، يعني ترددات كهرطيسية، أو القلب له مجال كهرطيسي كما ترى قوي جدا، أقوى من الدماغ، ويؤثر على الدماغ ويتحكم بالدماغ أيضا. لذلك قالوا إن القلب هو مركز الفقه والتدبر ومركز العقل. يعني الإنسان في قلبه خلايا تؤثر على مستوى علمه، وهناك موجات كهرطيسية يصدرها القلب للدماغ ولكل أنحاء الجسد. ويقولون إن القلب يؤثر على الدماغ وعلى كامل الجسد، هذا القلب طبعا. تمام. هذه المضغة، سبحان الله. الآن كما نرى هناك مجال مغناطيسي أو كهرطيسي أو كهربائي قوي جدا يحيط بالقلب ويؤثر على قلوب الآخرين. النتيجة التي خرج بها العلماء حديثا أن هذا القلب ليس مجرد مضخة، إنما له دور في قدرة الإنسان على التعلم وقدرته على التدبر والفقه والتعقل والاستيعاب والإدراك. الله تبارك وتعالى ماذا قال؟ أفلم يسيروا، قال أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. انظر، لم يقل أدمغة، قال قلوب يعقلون بها. لذلك يعني هذا القلب يصدر هذه الموجات، وهذه يعني مجال قوي جدا للقلب، كهربائي قوي جدا يؤثر حتى على بعد عدة أمتار على الآخرين. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان. نعم، أو آذان يسمعون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. سبحان الله. وفي آية ثانية ماذا قال؟ ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها. سبحان الله. فجعل الله عز وجل القلب هو وسيلة الفقه والتدبر والعقل، ولذلك قال في آية أخرى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفلها. نعم. لذلك نجد اليوم أن العلماء قاموا بعمليات زراعة القلب واخترعوا ما يسمى القلب الاصطناعي. نعم. والذي طبعا يعني لا يستطيع الإنسان أن يعيش به كثيرا، أشهر أو ربما سنة أو سنتين ثم يموت. ولكن الذي حدث أن هذا الإنسان عندما يتم تغيير قلبه فإنه يتغير كليا، مما يدل على العقل والتفكير والعقل والعاطفة والحب أيضا. نعم. ما شاء الله. فلذلك الآيات التي جاء بها القرآن تطابق العلم الحديث. جميل. ومن هنا ندرك عظمة هذه الآية عندما قال تبارك وتعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. يعني ما دام القرآن متفق مع العلم
لا اختلاف بينهما، لا. فهو كلام الله.